توقع مندوب روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف في تغريدة له على تويتر أن تصدر نتائج لجنتي الخبراء في فيينا في الملف النووي الإيراني متوقع مساء اليوم. واعتبر أوليانوف أن تفعيل بنود الاتفاق النووي الإيراني مع الولايات المتحدة سيتطلب وقتا لتنفيذ تعهداته في حال توصل الطرفان إلى اتفاق حول ذلك. كشف المتحدث باسم الخارجية السودانية أن بلاده ستبلغ مجلس الأمن بعدم حدوث تقدم في محادثات كينشاسا بشأن سد النهضة. واعتبر المتحدث السوداني منصور بولاد أن أثيوبيا غير متعاونة وتقوم بعرقلة المفاوضات بشأن السد، كما أكد أن الخرطوم ستواصل الترويج للمبادرة الرباعية بعد فشل المحادثات.